شكرا سيد الرئيس. عن وضعية وحالة الطرق وعلاقتها بتشجيع الاستثمار بالعالم القروي، الاستثمار في النقل بالعالم القروي، نسائلكم سيد الوزير. شكرا سيد الوزير. الجواب السيد الرئيس. بالفعل سيدة النائبة المحترمة، تعلمين أنه بالفعل اليوم النقل في العالم القروي هو مضبوط بدفتر تحملات اللي هو مرتبط أساسا بالنقل المزدوج، واللي فيه واحد مجموعة ديال الإجراءات اللي تتيسر على المستثمر في العالم القروي لأنه بالفعل يمشي ويستثمر. وهذا الاستثمار بالفعل كما تفضلتي مرتبط بواحد مجموعة ديال المسالك والطرق، وهي أساسا طرق قروية، بمعنى أنه الدولة اليوم ولا الحكومة في المجال ديال هذه المسالك القروية هي لا يمكن إلا أن تشتغل من خلال الطرق المصنفة وغير المصنفة في إطار البرامج اللي هي وطنية، وفي إطار الشراكة اللي عندها مع الجهات ومع الجماعات، بمعنى مع الجماعات الترابية. في هذا الإطار راه كاين برنامج تقريبا ديال 3 ديال المليار ديال الدرهم خلال المرحلة ديال 5 سنوات، واللي فيها الجزء اللي الوزارة ملتزمة به في إطار إعداد واحد المجموعة ديال المسالك اللي هي طرقية في المجال القروي، على أساس أنه نسهلوا هذه الإجراءات ديال النقل الطرقي في العالم القروي. شكرا. تعقيب سيدة النائبة. السيد الوزير، كتعرفوا أن هذه الطرق اللي مبنية في العالم القروي أو اللي تدا كتصايب بواحد الطريقة كنعرفوا بأنها تفتقد لعدة معايير. ثانيا أن هذه الطرق كتنجز من عدة متدخلين، وكيجعل هاد المتدخلين الكثر كينقص من الجودة ديالها. كيفاش غادي نطلبوا من مستثمر يجي يستثمر في قطاع النقل في العالم القروي ونقولوا ليه دير ديك الطوموبيلات ديالك في ديك على ديك الطرق اللي ما صالحاش حتى للدواب، ماشي الا تصلح البنادم؟ كيفاش غادي نقولوا له اجي تستمر وحنا كنقولوا ليه حتى الاعفاء الضريبي ما غنعفيوكش من الضريبه، غادي تادي بحالك بحال اللي في الحضري؟ كيفاش غادي يجي يستثمر وحنا كنعطيو الدعم للنقل داخل الحواضر وكنحرموا النقل في العالم القروي وخاصه في الجبال؟ في هذا الظل، هذه التناقضات، هذه لا دعم، لا بنية تحتية، لا إعفاءات ضريبية، لا تحفيز، كيفاش بغينا غادي نشجعوا المستثمر غادي يجي يستثمر؟ وإضافة للاستثمار، إضافة كاين كذلك هالطرق كتأدي حتى الاستثمار كذلك لا في وسائل النقل بالنسبة للمدارس ولا بالنسبة للسيارات الإسعاف، دائما كنلقاو هاد المشاكل. وهذا الشيء عطانا السيد الوزير كتعرفوا أن إلا كنا كنقولوا في الشعار كنقولوا الطرق تقتل فالعالم القروي يقتل. شكراً وأنتم كتعرفوا. شكرا سيدة النائبة. هل هناك تعقيبات إضافية؟ ليست هناك تعقيبات إضافية. رد ديال السيد الوزير، تفضل. شكرا السيد الرئيس. لا، هو الحكومه فيما يتعلق بالمسالك والطرق راه عندها برنامج اللي قلت لك فيه 3 ديال المليار ديال الدرهم خلال فتره ديال 5 سنوات، واللي فيه شراكات مع الجماعات الترابيه، واللي تنتمناه هو انه الانخراط ديال الجماعات الترابيه يجي وفق الاولويات اللي عندها، باش هذه الاولويات بالفعل تساعد الحكومه على اساس انها تمشي في هذا الاتجاه. الدعم اللي تنقدمه السيد النائبه راه لاول مره خلال هذه السنتين الاخيرتين كاين دعم ديال تجديد الحاضره ديال النقل المزدوج اللي فيه اموال اللي تتعطى لهؤلاء باش ندعموهم باش يجددوا الحاضره ديالهم. شكرا سيد الوزير. سؤال موالي عن تكرار الحوادث المميتة الناجمة عن الظروف اللا إنسانية لنقل العاملات والعمال الفلاحيين للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. تفضل سيد النائب. نسائلكم عن مآل الإجراءات التي تعاهدتم سابقا باتخاذها لحقن دماء العاملات والعمال الزراعيين وباقي الفئات الاجتماعية الفقيرة بالعالم القروي جراء تكرار الحوادث المميتة آخرها بمولاي بوسلهام وشتوكا إتباها وبركان وسيدي سليمان بسبب نقلهم على متن آليات غير آمنة وفي ظروف غير إنسانية. شكرا. جواب سيد الوزير. سيد الرئيس، سيدنا المحترم تعلم على أنه بالفعل اليوم النقل ديال العمال والعاملات الفلاحيين هو نقل اللي تيتم موجب واحد المسطره اللي بالفعل لا تخضع واقول لا تخضع لما هو مرتبط بالقوانين ديال النقل. الاشكالات اللي هي مرتبطه سواء في الحاله اللي تكلمت عليها ديال بويكرا اي تعميره ديال 29 مارس اللي بالفعل بيكاب هاز
العاملات بدون رخصة، بمعنى أنه داير الفوضى تي مع حادثة مع حافلة ديال نقل المسافرين. كاين إشكال ديال عدم احترام السائق في التجاوز خط معيب. كانت الحادثة ديال مولاي بوسلهام اللي تكلمت عليها أيضا بالعرايش نفس الشيء، وخا حافلة ديال نقل المستخدمين ولكن ما عندهاش عقد مع صاحب الضيعة مع شاحنة ديال نقل البضائع هز الرمال، حادثة فرونتال عاود عندنا 10 ديال القتلى. ما كاينش عقد بين هذه المؤسسة. اليوم هذا الملف ما تيهمش فقط النقل، تيهم الوزارة ديال الشغل، تيهم لأنه مرتبط بالعمال والعاملات، مرتبط بوزارة الفلاحة لأنه العمال والعاملات فلاحيين، ومرتبط بوزارة النقل. اليوم عندنا دفتر التحملات اللي حنا هو عندنا جاهز باش ننظموا هذا القطاع. وكاين الإشكال ديال المراقبة، باش نقول لك سيدنا المحترم عندنا إشكال أنه حتى العمال والعاملات ما تيبغيوش المراقبة، بالإضافة إلى أن أصحاب الضيعات اللي تيشغلوا هؤلاء تيقوموا بإجراء. شكرا شكرا سيد الوزير. تعقيب سيد النائب، تفضل سيد النائب. لابد أن نقف ونحن على بعد يوم واحد من العيد الأممي للطبقة العاملة على أبشع مظاهر الاستغلال الطبقي المتعدد الأبعاد لهذه الطبقة، بدءا بإمعان الحكومة في هضم حقوقها من خلال التمييز الأجري بواسطة مدونة الشغل، أي الحد الأدنى للأجر 1800 درهم السماك بالنسبة للقطاع الفلاحي و2600 درهم السميك بالنسبة للفئات الأخرى، وهو ما كرسه للأسف اتفاق 25 أبريل الجاري والذي خيب آمال الطبقة العاملة، وانتهاءا بتجريدها من إنسانيتها وتمريغها في وحل المهانة واستباحة أرواحهم بالتساهل مع الشركات الفلاحية الكبرى لتسخير شاحنات وآليات فلاحية مهترئة تخصص لنقل المواشي ولا تصلح حتى لنقل المنتجات الفلاحية لحشرهم بها مما يليق معها تسميتها بعربات الموت والذل والعار. ولذلك على الحكومة وفي أقرب الآجال سن قرارات تنظيم. شكرا سيد النائب المحترم. هل هناك تعقيب إضافي؟ تفضل سيدة النائبة. شكرا سيد الرئيس. أولا نترحم على الشهداء والشهيدات لقمة الخبز، العاملات والعمال الفلاحيين ضحايا هذه الحوادث اللي هما ضحايا ديال حالات الموت بالجملة، اللي هي فضيحة أخلاقية وإنسانية كتسألنا جميعا برلمانيين وحكومة ومشغلين ومشغلات. في هذا السياق سيد الوزير، هاد الحالات اللي ديال الوفاة هي أغلبيتها حالات ديال الفئات الهشة ديال النساء، اللي جعلوا التشغيل المفروض أنه يكون بوابة ديال الحياة فإذا به بوابة الموت. هاد دفتر التحملات اللي دار مع قطاعات أخرى خصو يدار مع المشغلين الفلاحيين، ويكون نقل اللي كيوفر المعايير السلامة وكيحافظ على الكرامة الإنسانية ديال البشر. خص كذلك تقوية المراقبة الطرقية. لا يعقل أن هذه العربات اللي هي نقل البضائع كتمر محطات قوية كثيرة ديال المراقبة، وفي النهاية كتوقع هذه الحوادث، خص تفعيل المراقبة. وشكرا. شكرا. هل هناك تعقيبات إضافية أخرى؟ ليست هناك تعقيبات إضافية. رد السيد الوزير، تفضل. نعم، هو السيدة النائبة بالفعل تحدثت عن الإشكال ديال المراقبة والتي نعمل جاهدين، لكن أنا درت واحد الإشارة أظن أنها وصلت، هو أنه لا المقاولين المستثمرين في الضيعات ولا العاملات والعمال يحبذون أن تكون هناك مراقبة، لأن عندما نقوم بالمراقبة في هذه المحطات تيجيو تيقول لك أودي تديرون المراقبات وما عندناش فين نمشيو، وهادو راه تيهزونا بجوج ثلاثة أربعة ديال الدراهم، وإلا درتوا الأمور اللي هي مضبوطة غادي نمشيو بعشرة ديال الدراهم، وحنا تيعطيونا 20 درهم في النهار، وبالتالي هذا الشيء غير خليونا في هذه الحالات. رغم ذلك هاد المراقبة راها غادي نزيدو نكتفوا منها. هضرتي على تفضل التحملات السيدة النائبة، بما أن فيه قطاع ديال التشغيل والقطاع ديال الفلاحة والقطاع ديال النقل، حنا عندنا دفتر التحملات اللي هو جاهز باش نفرضوا على المستثمرين في هذا المجال باش يلتزموا واحد المجموعه ديال الظروف الانسانيه لهذا النقل. شكراً. هذا اللقاء الثلاثي غادي يعطينا اتفاق ديال هذا. شكرا سيد الوزير. شكرا سيد كاتب الدوله على حسن مساهمتكم في هذه الجلسه.